نكمل الحالات. يعني نروح للشناوي. الشناوي بشكل طبعا دي اول كره اللي جت لي. ارجع تاني بقى يا جلال عشان نتكلم عليها. اقف اقف هنا. هنا الكره ملعوبه من مسافه بعيده واخده وقت. الشناوي موطي ليه كده؟ يعني الشناوي طبيعي الكره زي دي لازم اطلع اخدها. الشناوي انت متقدم شويه. الشناوي الجرايد ده مش هيشوط في الجول من هنا. مستحيل. اتحطت عالي قوي وخدت وقت ودخلت على فكره على موجه الستة ياردة من هناك. امشي بقى كمان يا جلال. امشي امشي. بص كل ده وقت كل ده وقت كل ده وقت. اقف هنا بقى. الكرة دي لو اتلعبت بالعرض للراجل اللي مكمل هنا ممكن تعمل مشكلة. صح. انما اتحطت فين؟ اتحطت في ايد الشناوي. طبعا الشناوي اتمركز كويس وخدها. انما انا شايف ان برضو ما تقعش كده يا شناوي. حتى لو انت اللي سايبها من ايدك ما تقعش برضو من ايدك كده. يعني لازم امسكها بشكل. دي طبعا يعني هو برضو يعني ما اقدرش يعني او ان تبقى فيها مثلا خفيف يعني مش لا لا بتحصل يعني. اقف هنا اقف هنا. هنا بقى الشناوي خد قرار. بس الكرة بعيدة. كرة بعيدة جدا. يلا طبعا قفل كويس قفل كويس وكرة طلعت الناحية التانية بره. حتى لعب نادي الزمالك ما لحقهاش. لحقها في الـ في الـ في الاوت يعني. صعبة جدا بس شنو برضه ما يطلعش بعيدة قوي صعبة. بس لما بعد ما طلع عدل نفسه ثاني ورجع على فين؟ حاسس انها بعيدة. رجع على فين؟ على عند القايم. رجع لازم يرجع على القايم. انما كرة صعبة يعني صعب انه يخرج لها يعني. تمام. هو متمركز كويس. بص واقف فين يا كابتن كريم؟ واقف بره بره واقف في نص الست. مفهوم. نشوف اللي بعده. هنا متمركز كويس قوي قوي قوي. اقف. هو ده اللي بكلم عليه يا كابتن. اقف ثانية. بص الشناوي واقف فين؟ اقف كده. هتبص هتلاقي تقريبا كده يعني واقف في نص المثلث يمكن مرحل سنه ناحيه الشمال. هتلاقي ازاي؟ بص خد بالك بقى. شوف من الخط اللي عامله جلال ده خط وهمي. هايل. بص المسافه بين الخط ناحيه الخط اللي جاي من القائم الشمال ورجله الشمال. أقرب بص للشمال. المسافه قد ايه؟ صح. وبص القائم اليمين الخط القائم اليمين ورجله اليمين. بص المسافه قد ايه؟ هتلاقي الشناوي عامل ايه؟ مرحل شويه فين؟ ناحيه الشمال. صحيح. واضحه جدا المسافه اللي بين رجله اليمين والخط القائم الايمن اوسع شويه من المسافه اللي بين رجله الشمال. طيب لما الكره اتلعبت بقى اللي حصل؟ لما اتشاط هو هي جت في كمل. كمل كمل يا جلال. بص خدها طبعا. لو اتحطت جامده هنا في ناحيه اليمين هنا هتبقى ناحيه اليمين صعبه عليه شويه عشان الزاويه سنه مفتوحه مثلا بتاع اكتر من 20 سم زياده. المثلث بيبان اول الحاجات دي. هي. دي كره عاليه طبعا. الشناوي بياخدها من اعلى نقطه وهو في الماتش يعني خد كام واحده بوكس بشكل كويس. انما برضو طلع في كام واحده غلط كام كورنر كده. هنا طبعا دي المفروض ما تقعش. لازم اخدها. لازم يبقى في بوكس احسن من كده. اقوى من كده. اقوى من كده وتروح بعيده. ليه بقى؟ خد بالك هنا ممكن تعمل دي. لو سقطت لعيب نادي الزمالك يبقى الشناوي بره المرمى. هتبقى خطر جدا لو لعيب نادي الزمالك في المكان ده كده. سهل جدا يقدر يرفعها يحطها من فوق الشناوي. البوكس ده حلو. ده البوكس في اخر. ارجع تاني يا جلال. هنا بقى البوكس ده فيه قرار وفيه اداء حركي وفيه مهاره. واخدها تقريبا كده يعني قريب قوي من نقطه الجزاء او جوه شويه يعني. انما هنا عاجبني الشناوي نتعامل معاه بشكل كويس قوي ونكمل معاها. طيب هل هنا كابتن طارق هنا بقى مذاكره من الشناوي للضربات الركنيه نادي الزمالك؟ الزمالك بيلعب ضربات ركنيه كده دايما وبيتفوق فيها نادي الزمالك. انا حسيت انه الشناوي كذا ابطل كتير من الضربات الركنيه. ما انا كنت اقصد اقول لك ايه بالظبط كده. ابطل فعلا كتير من الضربات الركنيه. عشان كده حتى اللي اخطا فيهم انا حسيت انه هو دايما كان بيحاول يلعب على التوقع انه انا هطلع واخد المخاطره مش هستنى في جولي. بص اكتر من كوره دايما الكرات العرضيه يعني دي مثلا بعيده شويه. صح بعيده طبعا. بس هو عنده قرار. بالظبط خد القرار. حارس المرمى ده يبقى عنده قرار. وبعدين لما بيطلع برده بيطلع ياخد من اعلى نقطه. اجريسيف قوي. طبعا. طبعا خلاص. ما هو كده. بص من هنا وفوق دماغه. يعني الراجل بيحط دماغه. الشناوي اهو مكمل بايديه اليمين. صح. فواخد قراره لعبه. حتى وبعدين بقى عليت راحت بعيد. راحت بعيد. هتدي له فرصه انه يعمل ايه؟ انه يقوم ويرجع تاني. هايل. انما هو في ضربات ركنيه كتير طلع فيها. في حاجات كان موفق فيها وخدها من اعلى نقطه. وفي حاجات طبعا عدته او كانت ممكن هو عشان قرر ياخد المخاطره في كل المخاطر. في كل الكرات. لان خد بالك نادي الزمالك جاب اجوان كتير جدا من ضربات ثابته ركنيه في اخر الدوري بالذات. بالزبط. من ضربات ركنيه. انا حسيت كده الشناوي خروجه الكتير في الركنيات هو عايز يبطل القصه من بدري حتى لو هياخد ريسك. بالظبط. دي كره يعني دي كره الشناوي برده زي ما قلت لك متمركز على القائم. ولما الكره طبعا اتلعب لتحت الشناوي عدل من تمركزه ولكن احمد زيزو حطها طبعا. لو دخلت يعني كان هيبقى هتبقى صعبه قوي بالسرعه والقوه دي يعني. انما طبعا الشناوي متمركز كويس. بالسرعه كانت هتبقى صعبه جدا. دي طبعا كره. بص اقف هنا بقى. بص الشناوي بيحاول يشوف الكوره. بيحاول يشوفها بس بوسطه. ما بينقلش بجسمه عشان ما يفتحش الزاويه. بص مال. بص ده انا جيت دي بالذات عشان الحته دي اللقطه دي هايله لان هنا انا دايما بقول لك عايز تشوف الكوره ميل بوسطك بس ما تروحش بجسمك كله. لان لو رحت بجسمك كله هتفتح زاويه على حساب زاويه. انما طبعا الكره اتحطت صعبه قوي.
يعني هي كانت كده لمسه العارضه من فوق، كره صعبه الشناوي طبعا راح نقل وتعامل معاها بالعكسيه، ولكن هي كانت ايه كانت سريعه جدا وصعبه يعني. حتى الكره دي لو جت جول كانت جول صعب قوي على الشناوي. بص بص راح فين يا كابتن كريم، والشناوي كمل معاها، بس اعتقد ان هي برضو لو تحت كانت تبقى صعبه على الشناوي قوي طبعا. هنا بقى لا خلينا بقى هنا بقى مهم قوي نتكلم على الفاول ده. اهم حاجه في الفاول ده عجبني في الشناوي، بص الشناوي تمركزه، انا عايز اشوف القائم الايسر كمان، يا ريت يعني امشي سنه كمان عشان نشوف القائم الايسر يا جلال. لا ماشي خلاص خلاص مش مشكله، هتلاقي الشناوي تمركزه ما ينفعش هنا ارحل بزياده فافتح الزاويه الايه اليمين ولا اجري قبل الكوره، انا اتحرك قبل الكوره فالراجل يحطها لي في زاويتي شمالي فتبقى عامله مشكله. ارجع ارجع تاني يا جلال، ارجع بس كوره وهو لسه بيحط رجليه في الكوره. ايوه هنا مهم قوي بقى، بص وقفه الشناوي يا كابتن كريم لازم ابقى قريب من خط المرمى كده. لازم ما تقدمش، لو عارف لو متقدم يارده واحده تعمل لي مشكله. صحيح. لو موطي لو انا نازل بوسطي ونازل برجليا تعمل لي مشكله. الشناوي هنا لو انت خدت بالك اتحرك على رجله وطلع الكره وهو واقف. الشناوي ما عملش تراي. الشناوي طلعه وهو واقف وبعد كده وهو اللي وقع نفسه. كمل بقى يا جلال، بص كده مكمل. كمل بص الشناوي عمل ايه، بص هو واقف هايل وهو كمل كمل كمل. جيب لنا بقى ايه الاعداد بتاعتها، بص وبعدين وقع. انما هو مكمل على رجله، واول حاجه صح انه واقف انه متمركز. بص اهو كمل كمل كملها كملها اهو. بص هو كمل واقف على رجله وبعدين نزل وقع. بص دي هتبان جدا في التصوير ده اهو، كمل على رجله اهو. بص نقل الخطوه خطوه تعقبيه وبعدين حط ايده فيها كويس، ايده اليمين حط كف ايده كله في ايده اليمين. بص هايل ممتاز ممتاز ممتاز. الكره دي كانت ممكن تبقى 1-1 كانت تعمل مشكله كبيره جدا للنادي الاهلي، ولو دخل كنا نقول برده الشناوي مش مسؤول. لا هتبقى صعبه صح صعبة جدا. انما ممكن تتصعب على يعني في حراس مرمى ممكن تصعب عليهم صح. لو هو متقدم يارده او اتنين في جوان بقى بتقف بره خط المرمى بحوالي يارده او اتنين يارده وفاتح رجله بزياده قوي ونازل بايه ونازل بوسطه صحيح، فتبص تلاقيه وعامل تراي من مكانه فما يطولش الكوره، يبقى بعيد عن الكوره جدا مظبوط، فطبعا تعمل له مشكله. انما الشناوي هنا واقف فوق وقافل رجله وراح للكوره وهو واقف فوق وتعامل بايديه اليمين الاقرب للكوره طلعها وبعدين كده ايه. تدي الشناوي كم من 10 في المباراه دي؟ الشناوي يعني بالكره دي الكره اللقطه اللي هي صنعت الفرق مع النادي الاهلي دي انا ممكن ادي له يعني ممكن 7 8 من 10 يعني. ادم اديت كتير يبقى 8 من 10 ماشي، ندي له 8 من 10.